توفيق من الله للشيخ إسلام تيمية عرف هذا التعريف الجامع. قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كالدعاء كالركوع كالسجود كالذبح كالنذر كالذكر كقراءة القرآن، كل هذه عبادات يجب أن يتذلل بها الإنسان لله عز وجل ويعبد الله بها وحده ولا شريك له، ولا يصرف بها يصرف منها شيئا لغير الله، لأن الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.